السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي محمد عبد الله محمد. أنا شغال في بروجكت كوفي روبوت. هو ده عبارة عن أوتونوماس سوبر روبوت فور نيرسينج بيربز. ده البلوك ديجرام بتاع البروجكت كامل. أنا بس هكون مسؤول عن جزء الموتور كنترولر هنا بس. ده هنرجع للديجرام ده في الآخر بس بعد ما نشوف كل بلوك بيعمل ايه. أنا اخترت كمان الـ PC موتورز. ليه بقى أنا اخترته؟ لأنه بيوفر لي سرعة عالية، وكمان مع أي تغيير مع الفولتج بيديني رينج variation في السبيد، بقدر أتحكم فيها، بقدر أتحكم فيها هي. وكمان والتورك بيديني ريفليكشن. هنبدأ أول حاجة بالموتورز. أنا اخترت الـ DC موتورز. ليه اخترت الـ DC موتورز؟ لأنها بتديني سرعة، أقدر أتحكم، بتديلي رينج السرعة أقدر أتحكم فيه. بيكون فيه فاريشن السرعة ده ازاي؟ بيكون عندي رينج في الفولتج بغير فيه، فبيديني وايد فاريشن في السرعة، بقدر أتحكم في أي سرعة. وكمان بيديني هاي تورك. ده مهم بالنسبة لنا، لأنه بيستخدم في الأبلكيشن في الهيفير لودز، وده اللي موجود عندنا في الروبوت. وكمان ده بيوفر لي عملية سلسة. ليه سلسة؟ ليه؟ ببساطة خالص، أنا بيكون عندي رينج في الفولتج بغير فيه بس، بيطلع لي كنترابل ليفلز من السرعة والترك. دلوقتي بعد ما اخترنا نوع الموتور، دلوقتي في حاجة مهمة لازم نختارها كمان، سبيد والترك بتاع كل موتور. فده بيتحدد على أساس تو كويشن. أول واحدة معدل السرعة اللي هي V بيساوي 2 باي R RPS revolution per second، والتانية تورك بيساوي ال F في ال R في ال N. دلوقتي أنا ممكن أشيل ال force وأحط مكانها M، في M كتلة الروبوت بتاعنا، وليه ال acquired acceleration العجل معدل acceleration اللي احنا عايزينه، والفي كمان هي ال acquired velocity. دلوقتي ممكن لو عوضنا في المعادلة الأولى هنطلع ال RPS revolution per second، احنا عايزين ال revolution per minute، هنضرب في 60 كده أنا معانا السرعة. ناقص التورك، ال R ده هو ال radius بتاع ال wheel، هنعوض فيها وهنطلع التورك. الموتور كنترولر او الاتش بريدج ده بكل بساطه وسيط بين الموتورز والكنترولر او البار او البار سبلاي. احنا عندنا المايكرو كنترولر هو اللي بيتحكم في الدايركشن والدايركشن والسبيد بتاعه الموتورز، بس الخارجي من المايكرو كنترولر بيكون ليميتد، فمش هعرف اتحكم في السرعه او الاتجاهات. فالاتش بريدج هو اللي بيديني الفاريشن في السرعه وممكن في الاتجاهات. انت متعرفش تختار ال H bridge الا بعد ما تختار الموتورز بتاعتك. في حاجة مهمة لازم نخلي بالنا منها، مثلا ان الكرنت له علاقة اوي بالتورك. يعني مثلا ال small DC موتورز ما بتاخدش الكرنت، ما بتاخدش كرنت عالي بس مش هتديك تورك عالي، ومع العكس برضو مع اللارج موتور بتديك تورك عالي بس هتاخد كرنت كتير. في حاجة مهمة عايزين نبص عليها، هو ال continuous current. فده اللي نبص عليه واحنا بنختار ال H bridge. لازم اختار اتش بريدج بيدينا كرنت اعلى من الكونتينوس كرنت. يعني مثلا انا لو الموتورز بتاعي بيعوي الكونتينوس كرنت بتاعه 3 امبير، فانا هختار موتور كرنت مثلا بيديني 5 امبير، والموتورز هياخد من المايكرو كنترولر بالظبط الكرنت اللي هو عايزه، مش هياخد اعلى منها. البلوكس التانية او السنسورز التانية هي الانكودرز. الانكودرز ده هنحط انكودر على كل ويل، على كل موتور. ده ميكانيكال ده ميكانيكال سنسور اوف ميكانيكال موشن، بيحدد ده سنسور للحركه. بيديني ايه؟ بيوفر للمايكرو كنترولر ايه؟ بيوفر له السرعه بتاعه الموتورز والبوزيشن والدايركشن، ودي هتنفعنا قوي في حاجه اسمها اوتوماتيك. قابلت طبعا مشاكل في الانكودرز في الاكسس بتاعتها وكده، فلقيت حاجة ان انا ممكن هقيس متر مثلا واشوف بيديني كام بلس في كام بلس في كل لفة، وهعرف منها وهقدر اعمل لها كالبريت بعد كده. بس برضو الانكودرز لوحده مش كفاية، فبنحتاج حاجة اسمها inertial measurement unit. الردوم دي حاجة مهمة جدا، فانا لازم اطلعها بأكريسي عالية. فال IMU دي هتزود لي الأكريسي اللي خارجة كمان من الانكودرز، لان الريدومتر مسج السرعه والبوز السرعه والبوز اللي خارجين من الانكودرز مش هتكون كافيه للافيشنس نافيجيشن، فانا هيكون مليان ايرور. فانا بجيب كمان الاي ام يو. فانا اخترت الام بي يو 6050 ده لانها لعده اسباب، لان الشبان نفسها بتكون فيها الاكسلريمتر والجيروسكوب، فمش هحتاج اجيبهم تانيين، فموجوده في الشبان. وكمان الكوست بتاعتها كمان بسبب الاكيرسي والسنسيفتي بتاعته عاليه. طب ازاي دلوقتي الاي ام يو ده هيكونكت مع الميكرو كنترول بتاع الاردوينو؟
ده عن طريق كوميونيكيشن بروتوكول اسمه I2C او انتر انتجريتد سيركت. بيكون عندي مثلا اكتر من ماستر او اكتر من سليف، بس احنا في حالتنا هنا هنستخدم ماستر واحد اللي هو الاردوينو، والسليف اللي هو الدرايفر بتاعنا. هو الكوميونيكيشن بيكون تو درايفرز، الماستر هو الاردوينو والسليف هو الاي ام يو. بيكون عبارة عن ايه؟ بيكون تو وايرز تو لاين، واحد سيريال داتا ده بيترانسفير الداتا بيت باي بيت، وسيريال كلوك كل بيت بيكون سنكرايزد على الكلوك بتاعتي. بيكون كل ده لايس كورسي ميزته ان هو سنكرايزيشن، يعني مع كل تغير من هاي للو بيكون عندي بيت من الداتا. السنسور التاني او البلوك دياجرام التاني هو الالترا سونيك سنسورز، ده او بيسمى كمان البينك سنسور. ده بيستخدم بيقيس المسافة بين الروبوت واي اوبجكت قدامه. ازاي ده؟ بيرسل ساوند ويفز وبيستنى الايكو بتاعها، بيعد الثانية اللي بيعد الثواني اللي بتاعت الايكوز اللي جت رجعت لها، وبعدين في مع التردد بتاع الايكو نفسها فبيطلع المسافة اللي هو اللي بين الاوبستكلز والروبوت. المين ابلكيشن بتاعه اصلا هو الافويد اوبستكل، واحنا المين بيربز بتاعنا اصلا دلوقتي في الاوتونوموس روبوت ان يكون كوليجن فري نافيجيشن، مفيش اي كوليجن خالص اللي هيحصل فيلير في الروبوت بتاعنا. ممكن تحط الالتراسونيك ده في قدام في الروبوت او ورا. الكاميرا برضو بتستخدم الافويد اوبستكلز اللي عند 0.8 متر، فالالتراسونيك ده كمان بتزود الاكيورسي بتاعت الكوليجن افويد اوبستكلز ده، يعني بيقيس بيشوف من صفر من اول روبوت لعند 8.10 متر، بيقيس اي اوبجكت قدامها وبيعرفه. فالالتراسونيك ده تعتبر إضافة عشان تزود الأكوراسي بتاعة الأفويدنس والديتكشن. وأنا اخترت بقى أكتر شبه مشهورة ورخيصة اسمها HCSR04. ده سليكتن ده عشان إنها رخيصة والرينج بتاعها من 2 لـ 4 متر، وأنا مش محتاج ده كله كمان. وبتستخدم على 5 فولت اللي هي الخارج أصلا بتاع الأردوينو، وبتشتغل عند لو كارنت 15 ملي امبير، ده مناسب قوي للاردوينو بتاعي. دلوقتي انا عمال اجمع داتا وكل حاجه، بس دلوقتي انا بره البيس كنترول بتاعي، بره الروس. انا دلوقتي انا عايز اخلي الاردوينو بتاعي نود من دون روس عشان اعرف ابلش وسبسكرايب من البيس كنترولر. ففي حاجه في الاردوينو، وده اللي خلاني اختار المايكرو كنترول بتاع الاردوينو، اسمها روسيليا اردوينو. ده باكج بتخلي لي الاردوينو بتاعي كنود. فكده بالنسبه لي ممكن اعمل روست دايركت العادي بالاي دي اي بتاع الاردوينو العادي، سهل جدا. فانا كده اقدر براحتي اسبسكرايب وببلش اللي بيجي لي تويست مسج اللي هي الحركه بتاعتي، او الاس ام دي، او انا ابعت كمان الحاجات عشان يقعدها في الاودومتر مسج، البيانات بتاعتي اللي خارجه، الانفو اللي خارجه من السنسور بتاعتي، الاي ام يو، الانكودرز، الحاجات دي لازم ابعتها هناك، هعمل لها ببلش على الروسيريال، والروسيريال بيبعتها البيس كنترولر. طب ازاي بقى النود اللي هي الباكج دي تكون عبارة عن ايه؟ بتكون عبارة عن يو ارت عادي، نفسها ده بروتوكول كوميونيكيشن. ايه هو اليو ارت؟ اليو ارت هو عادي كوميونيكيشن بروتوكول زي الاي سكول سي، اختصار لUniversal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. هو ده سيريال داتا كوميونيكيشن. دايما غالبا بيستخدم اسينكرونس، ما بنستخدمش كلوك. لو في كلوك بيكون سينكرونس، بس ده احنا مش بنستخدم بنستخدم اسينكرونس هنا في البروجكت ده، وغالبا بيكون كده اصلا. ايه بس اسينكرونس؟ بيكون فيه تو لاينز، واحد ترانسميتر وواحد ريسيفر. الدرايفر الاول اللي هو مثلا بيكون الترانسميتر متوصل بالريسيفر التاني، والترانسميتر التاني بتوصل بالريسيفر الاول. ممكن بقى تخليه تشتغل هاف دوبلكس او فول دوبلكس. انا مشغلين فول دوبلكس، انا اقدر ترانسميت وريسيف في نفس الوقت. ده بقى اكتر جزء خد مني، ده البي اي دي كنترولر. انا بستخدمه ليه دلوقتي؟ البيس كنترولر بيبعت لي ريكوايرد سبيد او سرعه عايز احطها على الموتورز معينه باتجاه معينه، بس مش ده اللي هيحصل، لان هيكون في ايرز كتير وفي السيستم في اللوب بتاعي. فبعمل بقى دي كنترولر عشان يخليه تساوي الريكوير تساوي الاكشوال سبيد على الموتور. فبستخدم طرق التيورنج البي اي دي، بغير في الكي بي والكي اي والكي دي عن طريق بروجرام كمبيوتر بروجرام بكود في الاي دي اي في الاردوينو. بحاول اغير فيه، بس بعمل حسابي في البارامترز اللي زي الرايز تايم، اوفر شوت، وسيترنج تايم، والسيت ايرور، والستابيليتي.
كل واحد بغرف كبير عندي معرف، وعندي اختار نقطة معينة تكون الايرور فيها اقل حاجة. نرجع للوب اللي قلت عليه في الاول، اللي هو دلوقتي بعد ما انا عملت الانكودرز، فالانكودرز دي كل مثلا هيحول لي التكس والبالس دي اللي هي سرعة ار بي ام. الار بي ام دلوقتي هي ده مسج. دلوقتي بعد ما عملت الروسيريا، الروسيريا ده خلى الاردوينو نوت، النوت ده دلوقتي هتعمل سبسكرايب وتببلش على الروسيريا، اللي هي دلوقتي بينها وبين البيس كنترولر يعتبروا متوصلين يو ارت، تمام. فانا اقدر سبسكرايب على توبيك اسمه سي ام دي فيل فاليا، اللي هو فاليا يعني بيكون فيه ايه بقى، ده اللي بيكون فيه الديزايرد او الريكوايرد سبيد اللي جاي من البيس كنترولر. والار بي ام هو الاكشوال سبيد بتاعه العجل بتاع الموتور دلوقتي. البعد الباي دي بيخلي الاكشوال زي الـ زي الريكوايرد. فانا دلوقتي هعمل سبسكرايب، هعمل بابلش على الار بي ام للروسيريال، وهعمل سبسكرايب من الروسيريال اللي على السي ام دي، فيجي لي السرعه اللي انا عاوزها، وبيعمل بقى دي وبعدين يحطها على الموتور. وبكده اكون خلصت. شكرا، كنا وضحت كل حاجه.